شنو دون كريم اسيست البش درت لي شي 60 كريم يا حبيبي. احنا فين دابا؟ احنا دلوقتي في العتبه في السوق دوت اسمه سوق العتبه والمسكي ودلوقتي السوق دوت انا بشبهه بضرب السلطان من انا زرت كذا رحت كذا وشفت ضرب السلطان فحال حال بالضبط ولكن ده على اكبر وصداع اكتر واللي هو 4 ب25 هذا شحال مستمتع عيسى يقلب على شي كتاب يشري ده اسمه حرنكش. حرنكش حرنكش السلام عليكم. انا ساعه ما اتولدت وانا لقيته انت شفته قبل كده؟ لا شو ده بتشيخ استنى احنا هنشوف حرنكش حاجه كده حلوه شنو هذا؟ ده الحرنكش دي بتشيلها من اللي فيها دي بص وش ده بطيشه او بتشيخ او لا لا حاجه مسكره يعني حاجه تصنف من الفواكه كل والله ايته مزيان واه ابتيخ مازال ما كملش قرايته صح معلم مطيشه يا والله ما مطيشه طبق علينا والله وبالله ما تقول لي حرنكش اخوان اللي كيسوني على السنه راه مشيت خديت وحده بروفيزوار ونسيتها في لوطيل والله هاد الجلسه بالثمن ها فين قهوه الفيشاوي سي عيسى وسي عيسى يا عمدة يا انا جافنيك يعطيني جافنيك دول البسبوسه تعجبك اوكي حبيبي حاجه من كوكب تاني دي اوكي شوف انت خاصك تاكل كبده بالرده ومقليه في الزيت ومخ كبده بالرده ومقليه في الزيت وعره قاع المغاربه اللي كيجوا هناك تعجبهم بزاف والله لا غد تعجبك كبده بس والله بالرده اهو تعال روح سوا تعال حبيبي في كبده بالرده سير الله يحفظك الحق شنو هادشي مسموحنا ما هذا واش هذه الكبده بالكبده باش بالدفله بالرده كتزرب عليا بالرده شنو هي غادي نقول لك ياك تضربني في بلادك لا ما كان هو كدير لا تضيق فوق راسنا حبيبي يلا يرحم والدين بوس واش البوس اوكي دير وقت شنو هي هذه كبده ايه هي الكبده عباره عن كبده متقطعه شرائح رفيعه والشرائح الرفيعه دي تتحط في الدقيق بتتحط في السميده اللي هي الغمقه اللي لونها غامق بعد كده تحط في الزيت قليه خفيفه زيت الروميه قليه خفيفه ويرجع ويطلع ماشي وبعد كده كل هتعجبك والله هتعجبك ماشي نروح بقى للمخ ده مخ بتحط في الدقيق اوكي هذا اسمه حوت لا مش حوت ده مخ يا مخ بقره مخ شنو مخ بقره ماشي مخ اخويا لا انا عارفه لا ما تقولش ايه اخويا اسمه حلو الياس دلوقتي احنا خدنا صحابنا المغاربه كاملين ومعاهم اخويا الزبير علشان انا مغربي معاهم علشان يجربوا كبده مقليه شرائح مقليه محطوطه في الدقيق ثم الرده اللي هي عباره عن سميده غامقه وبعد كده مخ مقلي محطوط في الدقيق ومقلي وبعد كده عندنا بابا غنوب عندنا ده بابا غنوب ده مخلل وعندنا مخلل مولح ده بابا غنوب وعندنا هادي بص السلطه دي مطيشه مع كبده وقرة مع شكرا على الميساج اللي مدز نهار زوين بزاف